كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقت أعلى مقامي فبين فواتح السور ارتباط بآيات أتت مسك الختام كتاب معجز لا ريب فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات، ونكمل ما تقدم من بداية حج النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية. يقول جابر رضي الله عنه: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بالتوحيد، وهذا مما يدلك على أن من أعظم مقاصد الحج التوحيد، أن يوحد الله. وسمى التلبية توحيدا لأنها مشتملة على التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية سميت بالتوحيد لأنها مشتملة عليه، بينما كانت تلبية المشركين كهذه التلبية ولكن أدخلوا فيها الشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون لله ويشركون معه غيره. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ولبى، وجاء في السنن أن المسلم والمسلمة إذا قال أحدهم لبيك اللهم لبيك يجيبه من الأرض من حجر ومدر من عن يمينه ومن عن شماله، يجيبونه بهذه التلبية. ما معنى لبيك؟ لبى بمعنى ألب بالمكان، أي أقام به، بمعنى أن إذا قال الملبي لبيك اللهم لبيك، هذا طبعا في صيغة التثنية، أي إجابة لك يا الله بعد إجابة، بمعنى أنا مقيم على طاعتك ممتثل لأمرك. ولذلك هذا الذكر الذي به ينعقد الإحرام، الإحرام بالحج والعمرة، المسلم إذا أحرم بالحج كأنه ينخلع من دنياه ويغير ملابسه بملابس الإحرام التي يتذكر بها الكفن والقدوم على الله عز وجل بالموت، يخلع إحرامه كأنه يقدم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الحج لما ذكر الله آيات في الحج، جاءت سورة الحج تبين لك حقيقة يوم القيامة، لأن الحج من أوله إلى آخره كأنه يحكي لك أحوال يوم القيامة، ابتداء بالإحرام الذي تتجرد فيه مما ألفته من متاع الحياة الدنيا من الطيب ومن الترفه إلى غير ذلك مما هو معلوم من محظورات الإحرام. فتحرم كأنك تتذكر الكفن، وتلبي بالتوحيد لأنك والله لن تخرج من الدنيا بشيء أعظم من التوحيد. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الدنيا تفنى ويزول كل ما فيها، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله من قول أو عمل. التوحيد هو الأساس، لا يبقى معك إلا التوحيد وما أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بها صوته، والناس حول النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالتلبية، يوحدون الله ويعظمونه. ولك أن تستشعر كيف كانت تلبيتهم برفع أصواتهم، حتى يقول بعض الصحابة: كنا نلبي حتى بحت حناجرنا، حتى بحت حناجرنا، أي يرفعون أصواتهم، بعكس حال بعض المسلمين اليوم يلبي بصوت خافت، أو بعضهم يلبي تلبية قليلة ثم ينقطع. يلبون منذ أن أحرموا منذ الحليفة إلى أن قدموا مكة 10 أيام وهم يلبون الله جل وعلا. وبعض الناس يستثقل أن يلبي يعني وقت قليل، أو ساعة أو نصف ساعة من الميقات إلى مكة، إلى حدود الحرم، أو إلى أن يبدأ بالطواف بالكعبة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيرة حتى قدم مكة في 4 من ذي الحجة، يعني من 5 أيام بقيت من شهر ذي القعدة، وقدم في 4 من ذي الحجة، تقريبا مكث 10 أيام يسير حتى وصل مكة في 4 من ذي الحجة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف، لما وصل الكعبة بدأ بالطواف. الطواف وما أدراك ما الطواف، أمره عظيم وشأنه عجيب، وعبادة
اختصت بها الكعبة، لا يستطيع أي مسلم أو مسلمة على وجه الأرض أن يؤدوا عبادة الطواف إلا عند الكعبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لماذا بدأ بالطائفين؟ لأن من أعظم خصائص البيت هو الطواف به. إيش معنى الطواف في اللغة؟ الطواف هو الدوران حول الشيء، الدوران حول الشيء، يعني يطوف على الكعبة على هيئة مخصوصة مشروعة. قيل في تاريخ العرب أن الضيف إذا قدم بيت المضيف لا يطرقه طروقاً ويأتي إليه مباشرة من تلقاء بابه، بل كان يطوف على حما بيته، يطوف ويدور حوله. لماذا؟ حتى يشعر به صاحب البيت، فحينئذ يأذن له بالضيافة. ومن ذلك قيل إن الطواف هو تعرض لنفحات رحمة الله وبركاته، وتعرض لفضل الله عز وجل. والسر في ذلك أن الحاج والمعتمر هم ضيوف الله، كما جاء في بعض السنن: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فالحجاج والعمار هم ضيوف الرحمن، لأن الله دعاهم إلى زيارة بيته، وأذن في الناس بالحج، ولله على الناس حج البيت. فلما أجابوا الله في دعوته أكرمهم الله تعالى بما يليق بكرمه. وهذا لا يكون إلا بصدق الإخلاص وبصدق النية في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس ترى يحج يعني وهو يريد غير الله سبحانه وتعالى، يعني لا يريد بحجه وجه الله، وهذه كارثة، هذه والله مصيبة إذا وقع الخلل في النية، لأن هذه العبادة أقيمت على أساس التوحيد. فإذا انخرم التوحيد ما بقاء هذه العبادة بعد ذلك؟ فلا بد للمسلم أن يستحضر فعلا حقيقة التوحيد، لا ينشغل بالتصوير، يصور نفسه وقت الإحرام، يصور نفسه وهو يطوف، يصور نفسه وهو يسعى ويرسل أصحابه ومعارفه، هذا لا يليق. العبادات بينك وبين ربك سبحانه وتعالى تريد به وجه الله، ليست للذكرى ولا لغير ذلك من المآرب، إنما تتعبد لأن الله أمرك بذلك. فلذلك عباداتك تخفيها عن البشر، إذا اطلع الله عليها هذا يكفي، هذا الذي تريده. وما شأنك بالناس أن يطلعوا على عبادتك؟ ماذا تريد منهم؟ وهل بيدهم خير في الدنيا وفي الآخرة حتى تطمع في ذلك؟ ولذلك احرص كل الحرص على صفاء العبادة ونقاء النية فيها، لا تريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا مخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فأشرقت الحروف به بيانا، وفاضت مثل غيث من غمامي، وفاضت مثل غيث من غمامي.